طبعا انا يعني انولدت وكان وكنت محظوظ وسط عائله عددنا ما شاء الله يعني كان كبير، واحنا كنا 5 اولاد و11 بنت، وكان ترتيبي 15 فيما بينهم. يعني انا يعني كنت اصغر واحد في الاخوان والخوات، وكنت قريب جدا من الوالد، وكنت دائما اكون متواجد معه في طلعاته. يعني هو كان دائما يزور مجالس، وعلى رأسهم كان مجلس الوجيه الله يرحمه علي بن يوسف فخره، وكان يروح له في محلات التجارية، وكان حتى له رحلات معاه يروح السعودية ويروح الكويت. فأنا كنت محظوظ أني كنت متواجد في أغلب هذه الأماكن معاهم، وهذا اللي أتاح لي أن أنا أتعرف وأشوف يعني نخبة البلد من تجار، من مثقفين، من إداريين، من موظفين حكوميين كانوا موجودين في هذه المجالس، وكنت أستمع لأحاديثهم وخبراتهم، وهذا له كان الأثر الكبير في صقل شخصيتي اللي اليوم يشوفونه. يعني كان عندي شغف التجارة وأنا كنت في البيت، يعني كانت عندي تجارة في البيت بيني وبين خواتي، لكن أول مشروع رسمي بسجل تجاري فتحته كان محل تليفونات، وهذا كان سنة تقريباً 98-99. وكنت في وقتها أنا يعني طالب جامعي، وكنت عندي المحل، وكنت أستهدف يعني فئة الجامعة والطلاب. كان في هذا الوقت في طفرة في اتصالات والتليفونات، وكان الكل يبي يقتني هذه الأجهزة. فأنا حكم أن أنا شفت الطلب الكبير على هذه الأجهزة، وأن يعني كنت في الجامعة وكان عدد كبير من طلاب الجامعة يبحثون عن هذا النوع من الأجهزة، وكان عندهم يعني ليمت معين، يعني ميزانية معينة في الحصول على هذه من الأجهزة. فاللي خلاني أن أنا أتجه أن أفتح هذا المحل، وأتجه أن أبحث لهم عن الأجهزة المميزة الغريبة الحلوة، وأن تكون أسعارها يعني تتراوح كان من 25 إلى 150-160 دينار في ذاك الوقت. هذه كانت الأسعار متداولة مقارنة بأسعار التليفونات أول ما بدأها، يعني كان مبلغ جدا يعني زهيد، وكان هذا الشيء يعطي يعني أفضلية وتنافسية لي. كذلك ركزت أيضا في المحل كون أن أنا أتعامل مع فئة الطلاب، أنهم كانوا يحبون يزينون تليفوناتهم، فكانت الأكسسوارات سواء كانت الكفرات أو حتى الأنتينز الأريل أو حتى لون الشاشة، كانت هذه أكثر أشياء يحبون يبدلونها باستمرار الطلاب، وكنا احنا نوفرها لهم، وكانت يعني شغلة ممتازة. يعني احنا الله يرحمه الوالد الشيخ عيسى، أنا كان لي دائما شرف السلام عليه، كنت مثل ما قلت لك أنا كنت متواجد مع الوالد، وكان رحمة الله عليه عنده مجلس يوم السبت، فأنا كنت أروح مع الوالد في الشهر يعني مرة أو كل شهرين مرة عشان أسلم على الأمير رحمة الله عليه. فكان يميز العقال اللي هو كان لابسه، فكنت مصر على الوالد أن أقتني واحد، ولين ما حصلت وكنت ألبسه وأفتخر في لبسه فيه. يعني كان في سني وقتها يعني شيء مميز، يعني كنت عن الآخرين وشكله كان حلو.